أنا اللي نتكلم. تفضل أمينة. جيت الفضل. السلام عليكم. أعطيني. وش رأيك؟ تفضل أعمل هذه. أعمل هذه. راك مع المباشر مع قناة الشروق الإخبارية. الحمد لله، هذا هو أسعد النهار اليوم. هذا أسعد النهار. هذا هو أسعد النهار. عيد يعني. يا أكثر من العيد. الحمد لله. عندي أنا شخصيا لي أنا. أنت خمس شهور وما زرت. ست شهور وأنا مدفون في الدار. والحمد لله رب العالمين، كي رب العالمين حنا هذا نوما ما ينغلقش الجامعة، نوما ما يجوا يدعوا فيه ويبكوا ويقول الله خلا بيا فينا علوبة إن شاء الله، ورب إن شاء الله ينفعوا علينا، ينفعوا علينا إن شاء الله. زين. يعني ست شهور وأنت في الدار. في الغبينة. تغبينا ميت ماشي حي. عمل هذه خرجنا ولي الجامع. بارك الله فيك. شكرا. صح شكرا. بارك الله فيك على المطار. اسمح لي. تفضل محمد. محمد تفضل. تفضل. أكثر لازم ندير له هاد الكولوار، يا اما منا يا اما منا. عينك راهي لتحتها، شوف ليه، شوف باش تعرف شو وين راهم واقفين. نقدم نزيد لهم واحد اخرين باش على ثلاثين ثمانية. هروح نادية، هل ما زلتم معي أم لنتابع كل الصور؟ نعم، هذه كما قلت عند وصول المصلي إلى هنا يتم نزع حذائه. نحن معك مهدي. السلام عليكم خونا، وش راكم لاباس؟ ايوه ربي يحفظك. شكرا جزيلا. نعم نادية، هذه الاجراءات قبل اداء صلاة الظهر من مسجد اسامة بن زيد. سنحاول الان الدخول الى المسجد وننقل صور مباشرة من هناك عن كيفية توزيع المصلين بين متر بين كل مصلي كما ذكرت آنفا.